السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائنا مشاهدي قناة مصر الزراعية في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الزراعة حياة. معكم النهاردة في مكان دافي جدا وحار، لكن مفيش حلاوة من غير نار. معكم النهاردة من داخل مشتل لنبات الموز. طبعا نبات الموز من النباتات اللي بتحتوي على درجة كبيرة جدا من السكر، بالإضافة إلى احتوائها على درجة كبيرة من النشا ومن الطاقة، لذلك إصبعين من الموز كفاية قوي إن احنا نقوم بتدريب عضلي قوي جدا لمدة 40 دقيقة. إصبعين من الموز فيهم طاقة كبيرة جدا، بالإضافة احتوائهم على نسبة كبيرة كمان من المغنيسيوم، لذلك الناس اللي بتعاني دايما من مشاكل في الشد العضلي تقدر تاخد موز وبلح، وخصوصا السيدات الحوامل اللي بيعانوا دايما من آلام في الظهر وشد عضلي مفاجئ في الظهر وفي منطقة الرجل، يبتدوا يعني يزودوا استهلاكهم شوية من الموز ومن البلح، بالإضافة إلى احتواء الموز كمان على نسبة مش بطالة من الحديد والفيتامينات والأملاح. أعزائنا المشاهدين، دي كانت معلومات عن الموز. أما عن زراعة الشتلة في الموز من أول ما بناخدها من المعمل لحد ما بنسلمها الأرض مستدامة، الرحلة دي هتكون معاكم بعد فاصل قصير، تابعونا. هذا البرنامج برعاية ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين مع باشمهندس محمد ياسين أحد المتخصصين في زراعة شتلات الموز. وطبعا شتلات الموز النهاردة يمكن التكاثر اختلف عن زمان، كنا زمان بنعتمد على نظام الفسائل، دلوقتي أصبحنا بنعتمد على نظام زراعة الأنسجة. أهلا بحضرتك باشمهندس محمد. الله يخليك زي حضرتك. الله يخليك. أهلا بحضرتك. يعني نظام الفسائل بتاع زمان أعتقد أنه اتلغى النهاردة أو ما عادش اقتصادي. خلاص ما عادش ليه أي النهاردة في أنسجة جديدة وتطور جديد في الأنسجة وفي الشغل. مع الشغل الحديث بدأت نختلف في موضوع الفسائل من الأنسجة دلوقتي. جميل. طب خلينا نعرف من حضرتك النهاردة فكرة زراعة الأنسجة إيه؟ فكرة زراعة الأنسجة أنا بعتمد إن أنا مثلا المعمل اللي بشغال معاه يكون معمل معتمد، ببدأ يجيب لي المرستمات، بينزل الأرض يجيب لي اللي هي المرستين، بيجيب لي على الصبات اللي موجودة في الفعل. بيشوف النهاردة الصبات اللي موجودة والصنف اللي موجود قدامي والإنتاجية بتاعتها عالية، أبدأ آخد منها المرستين، اخده ادخله في المعمل، اعمله اكسار في المعمل. بعد ما هو بينقي قدامي ويختار من قدامي من المكان اللي هو بيجيب منه على عيني انا وعلى ايدي انا، بيبدا يجيب الحاجات دي من كويسه او جاي ساعات بجيب مستورد، لو يعني مستورد او محلي، بس المحلي بيجي على ايدي انا. ابدا يعني اجيب اللي بتختار الام اللي بجيب منها عشان اساسها المواصفات، ابدا اخد منها اعمل عندي شغل في المعمل، ادخل شغل المعمل يطلع يبقى حاجه انا عارف هجيب ايه اساسها ايه، او بيجي لي شغل مستورد، والمستورد برضو المحلي برضو بنسبة 100% نتيجه على زي المستورد بالظبط. طبعا هو أحد العلوم الجديدة في علم الزراعة هو التكاثر بالأنسجة أو عمل إكسار للنسيج الواحد. طبعا احنا عارفين ربنا سبحانه وتعالى خلق كل الكائنات الحية عبر خلايا. يعني كل بناخد بقى كل خلايا من دول فيها المواصفات بتاعة اللي أنا محتاجها. الهندسة الوراثية. زي الهندسة الوراثية. زي أنا يعني النهاردة بنسمع عن بنسمع النهاردة مثلا في الإنسان عن تحاليل الدي إن إيه، مجرد إن أنا آخد نسيج مثلا من الغشاء المخاطي للفم او من شعرايه او من حته جلد، ده اقدر اعرف منه كل مواصفاتك انت كانسان. والنهارده بيعتمدوا على ده في اثبات حالات اللي هي يعني اثبات المواريث واثبات حالات النسب عن طريق الدي ان ايه. اذا فالخليه الواحده بتاعه الانسان بتحتوي على كل صفاته. كمان ابتدينا نعرف الموضوع ده في الحيوان، يعني النعجه دول يمكن عملوا منها الانتساخ برضو. الانتساخ برضو عبر خليه برضو. الخليه برضو زراعه برضو شغل. وفي كمان خلايا يعني زراعه الخلايا الجذعيه النهارده اللي ابتدوا يعملوا منها. ايوه النهارده بجيب مواصفات عن طريق الحاجه الموجوده قدامي بالظبط. يعني انا باخد خليه من جسمك انت وانا عايز كبد او عايز ودن او عايز مناخير، ببتدي ازرعهم عن طريق اي خليه، لان اي خليه في جسمك هي بتحتمل كل الصفات الوراثيه بتاعتك. كذلك النبات كل بقى بنتخب مثلا شجره موز ممتازه، انتاجها ممتاز، مقاومه للامراض كويسه. ايوه يجيب بدري مقاوم امراض. ايوه بيشتغل معايا بيشتغل معايا برضه على الملوحه، يعني قله اصابه. يعني انا النهارده بختار الام تكون مقاومه للملوحه لان متوده للامراض، انتاج غزير كله تمام، ابتدي اخد منها جزء وابتدي اعمل لها اكسار بقى للخليه الواحده. ابتدي اطلع منها بقى خلايا كده واعمل لها اكسار، تبتدي تديني الشتلات الصغيره بتاعتنا، وطبعا بتطلع في تقريبا طول 15 سم. 15 سم. 15 سم بتجيلك هنا. اعد هنا الشغل بتاعي، اجهز الاكياس بتاعتي. خلينا نعرف بس الاول، يعني احنا قلنا ان احنا بناخد الخلايا بتاعتنا او البوادق بتاعتنا من معامل. المعامل. طيب. معامل موثوق فيها ومعامل مسجله. اكيد. طب وزاره الزراعه اعتقد انها بتنتج. موجوده عندها شتلات وعندها شتلات جدا في وزاره الزراعه، حاجات كويسه جدا خالص.
وبنروح الوزاره وبنتفق وبنجيب في نفس الميعاد بتاعنا اللي هي دي العلوه الربيعي. جميل. طيب خلينا نعرف من حضرتك بقى النهارده انت على اي اساس هتحسب عدد الاشجار بتاعتك داخل الصوبه؟ الصوبه عندي بتبقى 6 في 40. كويس. الصوبه بتاعتي بتاخد 2500. 2500 شتله. 2500 شتله شتله. ببدا اجهز الاكياس، اجيب الرمل بتاعي. هي ليها حسبه ولا هي كده؟ لا ليها حسبه. لان لازم يكون في مساحه عشان خاطر معايا ما اعملش معايا عمليه سروله. لازم اخد نباته، ما اطلع نبات الشتله من الصوبه لازم ياخد فيه الترنك بتاعه كويس، تخانه كويسه، مجموع الجدر كويس. ما ينفعش النهارده لو تقلت زي على اللزوم العود هيدي معايا ارتفاع عالي ما فيهوش صلابه، ما فيهوش التخانه اللي انا عاوزها. اللي هو محتاجها الفلاح في الارض، انه لازم ياخد عود ليه مواصفه. الترنك كويس، التخانه كويسه، الطول كويس، مجموع الجدر كويس قوي، ما فيش نماتوده، ما فيش عندي مشاكل، اطلعه في الانتاج عندي ما عنديش اي مشاكل خالص. جميل. طب بعيدا عن المواصفات دي عشان دي هنرجع لها طبعا اكيد مره ثانيه ونتكلم عن مواصفات الشتله الجيده، لكن خلينا نعرف مع بعض النهارده عمليه الـ يعني تكبير الشتله او عمليه الشتله هتتم ازاي. خلينا نبتدي الاول من اول تجهيز الارض لاستقبال الشتله. الصوب الاول بنجهزها بلاستيك والاقواس بتاعتنا، بنجهز الصوب المكان بتاعي وابدا افرش طبقه بلاستيك في الارض واحط عليها طبقه بسيطه من الرمل او ممكن احط على طوب عشان ما يجيبش معاه الامراض. كويس. ببدا اعبي الاكياس بتاعتي بخليط من الرمل والسماد العضوي والليفوك مايت. ابدا اجهز الشغل تاني كده. الرمل رمل وسماد عضوي. سماد عضوي. سماد عضوي وممكن فوكمايت. لو سبله الكتكوت. سبله الكتكوت ماشي. طبعا الاسمده العضويه القديمه كامله التحلل. ايوه. يعني ما حدش يتكلم في بقى في اسمده بلديه غير كاميرات التحلل او اسمده جديده. هتعمل معايا اعفان وهتعمل معايا مشاكل كتير. هتعمل معايا اهو الباشمهندس بيتكلم اهو. هتعمل معايا اعفان وهتعمل معايا مشاكل كتير. لازم غير المشاكل الصحيه اللي حضرتك كمزارع هتتعرض ليها بمجرد انك تمسك السماد العضوي الحديث او الغير كامل التحلل. اذا انا بفرش الارض بلاستيك. بلاستيك ونبدا نغطيه بطبقه رمل عشان خاطر الحشائش. عشان خاطر الحشائش. بلاش موضوع الحشائش تنمو وما تطلعش معايا على وش الزراعه. الاكياس بتاعتي بعبيها رمل وبتمس. رمل وبتمس والماده العضويه. والماده العضويه السماد العضوي بتاعي. جميل. ببدا اعبيها، ابدا احط تحت الخراطيم وابدا ادي فتره غسيل يوم او يومين يغسل معايا الملوحه ويغسل معايا عشان لما احط ما تطلعش السخونيه بتاعت السماخ العضوي تطلع للجدر. لسه نبات جديد ولسه مجموع الجدر مش قوي. لازم اغسل بعد فتره الغسيل. اذا انا بحط خراطيم الجي ار على السطح بتاعي. 25 او 20 سنتي. 25 30 او 20 سنتي بحطها عشان خاطر تديني الميه بتاعتي وكل كيس تحت النقط بتاعه. كويس. يبقى تاني بظبط على 25 او 30 سنتي كل كيس تحت النقاط، يعني كل كيس بحطه عند النقاط بتاعه على طول كده. الصوبه اللي احنا فيها ديت 6 في 40 بتاخد 2500 شتله. يعني 2500 كيس. وكل كيس عند نقاط. عند نقاط. طيب ببتدي افتح المايه يا فندم. ابدا اعمل عمليه الغسيل يوم او يومين. يوم او يومين. طب احضر الشتله. المايه دي بقى يا فندم بتتفتح قد ايه ولا؟ لا دي لازم اغسل كتير. مايه ممكن ادي نص ساعه في خلال مثلا اليومين اتنين دول ادي ساعتين اتنين مايه. نص ساعه في نص ساعه في نص ساعه. نص ساعه في نص ساعه. نص ساعه ادي الغسيل بتاعي لمده يومين اتنين. بعد كده ابدا اجيب الشتلات بتاعتي وابدا اتعامل وازرع الشتلات بتاعتي اللي هي جايه من معمل. الشتله اللي جايه من المعمل هتبقى ازرعها في الكيس. في الكيس. جميل. ابدا بقى اتعامل مع الشتله دي، بدي فترات 10 دقائق ميه فقط لا غير، لان محتاج كميه ميه كبيره عشان لسه النبات ما خدش لسه على التربه الجديده وعلى التربه بتاعته الجديده. ابدا اتعامل بقى بمنشطات الجذور وابدا. طيب واحده 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 واحده. احنا دلوقتي حطينا الشتله بتاعتنا داخل الكيس. داخل الكيس. طيب اول حاجه بنعملها بنزرع النبات ري 10 دقائق. 10 دقايق على طول. 10 دقايق عشان خاطر النقاط تحت الكيس بيسمع معايا ميه على طول. لو اديت ميه كتير يبقى انا بعمل بسبب مسببات الامراض اللي هي الفطريه. فانا مش عاوز اخلي النبات يبقى فيه اعفان ومشاكل معايا بالاول، لان لسه النبات جاي جديد والجدر لسه شعراته قليله. فلازم احافظ على نسبه الري بتاعتي 10 دقايق يوميا بس فقط، اكتر مش 10 دقايق يوميا. يوميا. طيب لمده قد ايه بقى؟ لمده 3 ايام. لمده 3 ايام. وابدا اتعامل بعد كده انزل دوره فطري. لان الجدر الجديد اتعامل مع تربه لسه سباخ جديد والسماخ العضو لسه متحلل. في اكيد في امراض، فلازم اتعامل بمريض فطري يكون كويس يعني مسجل. توبسين مثلا، توبسين او روزليكس ياباني هتشتغل بيه. وممكن في بعض حاجات تانية بقى، حاجات ممكن حيوي زي ايه فندم؟ زي حاجات زي السورد، في حاجات كذا شركه كويسه ومعانا برضو حاجات تبع شركه فارما فيها برضو عندها كذا حاجه. عندنا ايه يا فندم؟ يعني قول لي انا عايز. في عند البايوسيد انا ممكن بشتغل بيه برضو. الحاجات بيشتغل الحاجات اللي هي الحيويه. الحيويه. وبعدين بيشتغل ان هو ذره هيدروجين، ومع ذره نيتروجين بتشتغل معايا على اجزاء كتير في النبات. خلايا من فوق واوراق وجذور في نفس الوقت.
ويبدا بتعامل معاه، وبعد كده ببدا اتعامل تسميد، اعمل برنامج تسميد. طب يعني الفطر هنزل بيه بعد 3 ايام؟ بعد 3 ايام. بعد 3 ايام هنزل بالمبيض الفطري ده اول حاجه طبعا عشان اتلافى مشاكل اللي هي سبله الكتكوت اللي هي داخل الخلطه. احنا قلنا الخلطه فيها رمله وفيها بيتموس وفيها سبله كتكوت، تمام. عشان اتغلب على مشاكل الامراض الفطريه الرأي بيبقى 10 دقائق فقط لا غير عشان ما ازودش نسبه الرطوبه وعرضه للمشاكل بتاعه الفطريات. بعد 3 ايام دولت ابدا 5 دقائق. اه بعد مره التسميد دي، بعد مره العفن دي، وديت ال 10 دقائق. طب يعني انا الاول اول 3 ايام 10 دقائق، 10 دقائق، وبعد كده بتنزل بالفطري، بنزل بالفطري الاول. أيوة. وبعد كده اتحول للخمس الخمس دقائق في اليوم، في اليوم. وابدا اعمل برنامج التسميد بتاعي بقى اللي هو الان بي كي. بنبدا نشتغل بكذا مركب معانا، في 19ات، في 22، في كذا مركب نبدا نشتغل بيه عشان يديني متوازن معايا. انا عاوز اشتغل على النبات في توازن في ثلاث مراحل. انت تقولي الوصفه دي، احنا في ناس قاعده بتتفرج علينا مجهزه ورقه وقلم. يعني نشتغل مثلا بقى عندي معلش. عندي يلا. في حاجه في 19ات، في 22. عندي كان عندي حاجه اسمها جيسافول العشرينات بتاعت شركه فارماسوتيكا، وعندي في اي 19ات موجوده برده في السوق بجانب دي، بس دي حاجه محترمه فيها يعني النسب بتاعتها موجوده فعلا مظبوطه. انا دلوقتي بنتكلم بنحط نص كيلو 19ات على البرميل 200 وابدا اسمد في الخمس دقائق بتوعي. نص كيلو 19ات، نص كيلو 19ات على 200 لتر. وابتدي ادي بيهم. احنا قلنا الخمس دقائق، الخمس دقائق بتوعي، الخمس دقائق، الخمس دقائق ميه مع نص كيلو 19ات. كويس. ده في المرحله الاولانيه. كويس. ببدا بعد كده هفضل ماشي كده قد ايه ده؟ قد كده اسبوع. اسبوع. بعد الاسبوع لازم اشتغل عناصر صغرى اللي هو الحديد، زنك، منجنيز، بورن، نحاس، العناصر هيومك، لازم اشتغل عشان ابدا اشتغل على تنشيط الجذور. طب نسب بقى برضو كده نسب مثلا احنا بنجيب مثلا لو 100 جرام حديد، 100 جرام زنك، 100 جرام منجنيز، ونشتغل مثلا 50 بورن، ونشتغل برضو مع الفولفيك اسيد مع الهيومك. بنسب قد ايه يا فندم برضو؟ برضو 100 جرام 100 جرام، بعملهم خلطه مثلا على 50 لتر ميه وابدا اسحب فيهم. وممكن في حاجات عندي منشطات جذور موجوده، عندي اللي بميكس بتاع فارماسوتيكا، وعندنا موجود اللي هو الفيد ماكس. عندهم كذا منتج ممكن نشتغل بيه مع العناصر الصغرى، انشط الجذر واعمل مساحه كويسه في الجذر، مجموع الجذر قوي، يبقى انا هاخد نبات قوي لازم اشتغل عليه. وابدا اشتغل ان النبات يبدا يدي معايا في مراحل النمو الخضري متوازن، ما يبقاش مجموع خضري طويل على حساب ساق على حساب جذر ما فيش. لا، انا عايز اشغل جذر، عايز اشغل كراون، عاوز اشغل ورقه، عايز يبقى الثلاثه ماشيين معايا في منسوب واحد. جميل. طيب ده لمده قد ايه برضو؟ ده لمده 15 يوم. 15 يوم. أوه. وبعد كده؟ بعد كده بقى بدا اشغل نترات الكالسيوم معايا يوم في الاسبوع. نترات الكالسيوم، كالسيوم عشان تدي معايا النشفان، تبدا تدي معايا تخانه وتخلي لون الزراعه معايا كويس. في الاسبوع في البرنامج بتاعي نترات كالسيوم، وابدا بقى اشغل نترات مشادر مع مغنيسيوم، ده برضو يوم في الاسبوع. يعني ببدا اشتغل بعد ما كل يوم كان 19ات، ببدا اخف ال 19ات لو ان بي كي، ابدا اشتغل بقى انا عايز اجري المجموع الخضر شويه، عاوز ادي تخانه شويه، في عندي سلفات ملح ببدا اشتغل بسلفات الملح، سلفات نشادر ابدا اشتغل بيها. ما عنديش شايف رؤيه النبات قدامي، انا المجموع الخضري انا في توقيت ايه عشان وشغال على ايه، انا في حس ان انا اجي اطلع في شهر 3 النبات يكون معايا في منتهى يعني ايه متوازن، لا يكون على حساب مو خضري ولا حساب على كراونات. يعني الشتلات اللي احنا يعني بنصورها دلوقتي ديت المفروض انها تسال شهر 3. شهر 3. شهر 3. فانا عيني بيبقى في وسط ان انا النبات عندي ماشي ازاي، لازم اتحكم فيه انا بقى. في الارتفاع وفي التخن الترنك بتاع الكراون بتاعه من تحت، وفي الجدر لازم برضو في وسط الشغل بتاعي بعتمد على دوره نماتوده. لان عندنا الامراض النماتوده كترت بطريقه كتير قوي في مصر. النماتودة بقت في كذا نوع انواع نماتودة كتير انتشرت عندنا بسبب برضو الجو والاختلافات العوامل الجويه، فالنماتودة بدات تنتشر عندنا. النماتودة فن برضو بقى عايزين نعرف برضو برنامج مكافحه النماتودة داخل صوبات زراعه شتلات الموز. النماتودة انا ببدا معايا من عمر 20 يوم لازم اتعامل معامله نماتودة او معاملتين معامله نماتودة كل 20 يوم. لان مش هستنى النبات يخش في مرحله النماتودة تخش هتتغلب معايا على الجذر وعلى النمو الخضري يخلي يقف معايا، فلازم اتعامل مع مركب او مركبين نماتودة يخش معايا في برنامج الشغل كل 20 يوم. بعد اول شهر كل 20 يوم اعامل معامله نماتودة. طبعا يعني احنا كنا بننصح قبل كده في المعاملات بتاعه الخضار والفواكه باستخدام البيوكس ايه. البيوكس ايه من المركبات المحترمه جدا وشغالين بيه وجايبين نتائج كويسه، وبنشرب يعني وبننصح بالشغل بيه. وعندي برده في ملحوظه كويسه جدا ان لازم عيني ان لازم اشوف الميه اللي انا شغال عليها الملوحه عندي نسبه قد ايه، واخد نسبه الملوحه واحلل الميه واعرف ان انا شغال ازاي. يعني اي مهندس النهارده يعني انا بقول لازم يشتغل اعرف انا اشتغل اساس احلل الميه واحلل التربه،
حل الميه اللي دخلت الصوبه عندي، لازم اعرف الاي سي عندي قد ايه. الميه عندي معديه ال 500 جزء او 600 جزء في المليون، لازم اتعامل بمركب ملوحه يكون محترم. ممكن نتعامل بالكيتاكسال من المركبات الكويسه، عندنا ساليسال دلوقتي، ساليسال والكاتيسال، الحاجات دي كلها نقدر اتعامل بيها ومش هتضر. انا عندي ممكن لو في اسبوع كل اسبوع اتعامل مثلا من لتر لتر ونص للصوبه، مش هزعل معايا خالص، وهيجيب نتائج كويسه معايا جدا. خلي النبات فايق معايا، لان امراض الملوحه بتدي له كالسيوم، بتدي له كالسيوم معايا يعني، ونشط جدا. السيلاسال والكيتاسال من الحاجات اللي انها معالجات ملوحه، بالاضافه انها تدي يعني عنصر الكالسيوم، كالسيوم معايا يدي معايا شغل معايا في النبات خالص. ونيجي نخلي الفلاح يجي مبسوط معانا، واخد الشتله محترمه، شتله كويسه. وعيني برضو باجي في الشغل، لازم اعمل عمليه فرز للطفرات. طيب خلينا بس يعني ناجل موضوع فرز الطفرات ده لحد ما نطلع فاصل قصير ونرجع مره ثانيه. باشمهندس محمد ياسين بستاذنك نرجع بعد الفاصل على طول. اعزائنا المشاهدين، يعني واضح ان موضوعنا مطول شويه داخل الصوبه، درجه الحراره مرتفعه جدا. هنعرف بقى بعد الفاصل ان شاء الله مقاومه الطفرات، مقاومه الامراض، الوقايه من الامراض، كمان مواصفات الصوبه، وليه اللون الاحمر اللي ورانا، وايه الرشاشات اللي موجوده على جنبنا. كل ده هيكون معاكم بعد فاصل قصير، تابعونا. هذا البرنامج برعايه، ورجعنا لكم اعزائنا المشاهدين مع باشمهندس محمد ياسين، وهو احد المتخصصين في زراعه شتلات الموز، عشان نتكلم بقى ونستكمل رحلتنا مع الموز عن مشكله طفرات الموز بيكون شكلها ايه ونقدر نقاومها ازاي. الطفرات عندنا ثلاث انواع من انواع الطفرات. في طفره بلدي، وفي طفره هندي، وظهرت من سنه او من سنتين مشكله الطفره اللي هي بعض المعامل كانت عملت شغل ان النسيج الميرستيم اتعمل في المعمل اكتر من 10 12 قلبه. ضعف قوة الميرستيم نتيجة كتر القلبات اللي عملوها في المعامل. ظهر بعض الفلاحين بقت مشكلة كبيرة ان الصوبات بتاعت الموز ما تجيبش، اللي هم يعني اول 3 4 كفوف ما بيجوش. بقت الصوبات النهارده نسبة انتاج ما لا تعادل ال 50%. بقت بخسارة على الفلاح في زراعة الارض، بقت بزراعة ما كانت موجودة مع احد الشركات الكبيرة وعملت ضجة كبيرة في السوق. فاحنا لازم عينا لما نروح مشتل يكون مشتل كويس، وعلى ناس فاهمة يعني ايه طفرات، وفاهمة عن ايه شغل انسجة صح. لان ده كله ما اشتغلش على النسيج اكتر من مره، ما اشتغل عليه كذا مره فضعف قوه الميرستيم. فاعمل معايا مشكله الطفرات يعني زي بالبلدي كده يقول لك الوش الاول والثاني والثالث حلوين، خلاص راح منه ده، ما خدش الخير راح خلاص راح يعني الفلاح عانى من المعاناه دي كتير. الفلاح المصري عانى، وناس في التحرير، مدير التحرير هنا بالاخص عانوا من مشكله الشتله الطفرات. طب والنهارده الفلاح بتاعنا ده لما يروح يشتري يا فندم هيعرف ازاي بقى اذا كانت الشتله دي؟ لا، في ناس معامل وفي شركات محترمه، يعني انا بلجا للثقه بقى دلوقتي. للثقه، ناس الثقه. لازم، مش هروح لاي حد، هتعامل معاه عشان دي زرعه مكلفه، والزرعه يعني بيعود يعني العائد بتاعها لو ما غطاش الفلاح. بيبقى النهارده الفلاحين المصريين في معاناه، في معاناه كبيره 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 بصراحه. النهارده جميع الفلاحين النهارده كل المبيدات والاسمده اوريدي فوق، والموز كمان من ضمن الحاجات اللي مكلفة، بتسحب اسمده بشكل فظيع يعني، بتسمح مبيدات او اسمده كتير جدا. وفي نفس الوقت النهارده الفلاح لما يلاقي ان الاسمده كلها ارتفعت ومش لاقي المضاهيه بتاعه ان هو يبيع منتجه بسعر اقل، يبقى هنا احنا بنقول عايزين نخلي الفلاح هو اساس الحلقه بتاعتنا. اذا صديق الفلاح احفظ نفسك واشتري شتلات الموز من مركز او من مكان موثوق فيه. عندك وزاره الزراعه، اتفضل اتوجه، اعتقد ان هي اضمن مكان ممكن تشتري منه الشتلات بتاعتك يعني. واكيد برضو في شركات تانية محترمه، في شركات محترمه كتير ولها مواصفات كويسه، لكن التحرر الدقه بالذات في المشاريع، لان الموز من ضمن الحاجات اللي بتسحب. والسمعه برضو، في ناس كتير سمعتها حلوه في السوق، شركات كتير ومعامل يعني كتير. الموز كمان بيسحب تسميد عالي جدا. الفدان النهارده بيعدي 50,000 جنيه، بيعادي تكلفه من الزراعه الاول. فالنهارده الفلاح مش خلاص، مش طايق، مش حمل بقى مش حمل اي غلطه ان هو يضيع سنه من سنته. الطفرات دي بيبقى اشكالها ايه بقى؟ العود بيبقى متكفي، اللي هو الطفره الهندي، يبقى العود مدي متكزم في راسس ورق، الصوباته بتاعته بيرد بالفعل ما بتجيبش ال 10 15 كيلو، ومش مطلوبه في السوق. يعني اي تاجر ينزل يشتري مش راغب الطفرات، بتطلع من بره العدد اللي هو بيبيعه للفلاح المزارع. اوكي. الطفره الثانيه بتبدأ ما تبانش عند النزول، عند تنزيل السباطه تبدا تبان، ما تبانش معايا والزراعه موجوده في المشتل. الطفره الهندي واللي هي تبرقش الاوراق دي بيبانوا معايا في المشتل، الطفره الهندي ودي. انما غير الطفره اللي هي خارج اللي هي المرسمات ديت، دي بره الشغل خالص، دي عند التنزيل بتبان بقى. يجيب بقى المزارع، بيجيب المهندس اللي معاه، بيبدا تنزل، يبان العيوب اللي التنزيل بتاعها معاه في الليل. ده بعد الزراعه، بعد الزراعه في فوات الاوان، بعد فوات الاوان بقى بيحرم بقى على كده، ويبدا خلاص يقعدوا في مشاكل ويحلوا المشاكل دي بقى، ان ايه تديني تعويض وده يديني تعويض، وراحت عليه سنه سنتين. ما هو بيقلع صحيح. الجيل الاول والجيل الثاني راحوا عليه صحيح. فهي تكلفه، فاحنا بنراعي ان نقول يا رب ان طيب. دي بالنسبه نقاوم الطفرات ازاي يا فندم؟
الطفرات دي بقى نبدا في ناس متخصصه، يعني مهندس متخصص بينزل في قلب الصوره بتاعته بيبدا يلف الطفره. الهندي عارف من كتر التعامل وكتر الخبره بيبدا مثلا العود بيفرز الشكل عنده، بيلاقي عند الورقه مختلفه بيطلعها بجنب، ما يطلعهاش، لازم قبل المزارع قبل ما على طول قبل ما المزارع يروح يشتري الشتله لازم ياخد مهندس معاه كويس او صاحب المشتل وينزل قبل ما يطلع يفرز يطلع الحاجه اللي مش كويسه ويبدا ياخد الحاجه المظبوطه الحاجه الكويسه عشان يزرع يبقى سنه كويسه معاه ان شاء الله باذن الله. جميل جدا. طيب خلينا برضو نعرف من حضرتك النهارده يعني رحلتنا مع مع شتل الموز بتستغرق كام يوم داخل الصوبه؟ احنا بنزرع في 8 10 8 او 20 8 لحد معانا بنبدا الزراعه من 10 1 10 3 يعني بتقعد معايا تقريبا 4 شهور. اربع شهور بتقضيهم داخل شهور الصوبه داخل الصوبه ده لو بدايه في 9 ممكن 5 شهور حسب برضو الشغل اللي عندك حسب هتطلع امتى. طيب يعني 4 شهور 5 شهور ده معناه ان الشتله بتاعتنا هتقعد فتره طويله جدا داخل الصوبه، اذا الصوبه كمان لازم تكون مجهزه للاستقبال. مجهزه طبعا لازم الاربع شهور دول في درجات حراره مختلفه. طيب خلينا نعرف بقى نتعرف على درجه الحراره المفروض تكون موجوده داخل الصوبه. درجه حراره الصوبه انا بتحكم فيها عن طريق اللي هو حضرتك شايفه اللون اللي انا بدهنه للصوبه. لو درجه اشعه الشمس دخلت مباشر النبات مش هيمشي معايا. لازم النبات في الاول عمره اللي هو صغير لازم بعمل عمليه تضليل. يعني احنا دلوقتي في المرحله اللي احنا مضللين فيها ده ايه الماده دي؟ اكسيد الحديد مثلا. اكسيد حديد مثلا لونه احمر ده المشهور. مغطيين بيه احنا الصوبه بتاعتنا او البلاستيك بتاعنا عشان نعمل نوع من انواع الظل، لان عشان النبات يمشي معايا انا بكتم له درجه الحراره، عاوز درجه الحراره عاليه تزيد لحد 37 38 وتوصل لحد 40 عشان يديني نمو كويس، لان داخل عليا فتره شتاء. النبات ما بيمشيش في فتره الشتاء الا لازم يكون في صوبه محكمه، وابدا في الشتاء في شهر 12 ابدا اخف الاكسيد عشان درجه الاشعه تخش معايا الشمس تخش اكتر. انا بضلل دلوقتي في اللي هي الفتره بتاعه الصيف اللي هي شهر 8 و9 بضلل عشان اكثر اشعه الشمس. طيب يعني انا محتاج درجه حراره جوه 37 37 37 تعالوا نحسبها كده بالراحه. 37 معناها ان درجه الحراره بره 30 30 جميل، لان درجه الحراره بتبقى داخل الصوبه مرتفعه 7 درجات. طيب اذا انا ما عنديش ثقافه متابعه الارصاد الجويه ممكن ادمر المحصول بتاعي تماما. طبعا في يوم بتبقى درجه الحراره بره 35 زود 7 كده يبقى درجه الحراره جوه كام؟ 42 وانا عايزهم كام؟ 37 يبقى انا عندي كام زياده؟ نحسب كده مع بعض. في الحاله دي طبعا هلجا دايما لفتح البوابات بتاعه الصوب من هنا ومن هنا وابتدي امرر الهواء جوه بحيث ان هو يخفض درجه الحراره كويس. يعني اذا معلومه درجه الحراره داخل الصوب البلاستيكيه المغلقه 7 درجات زيادة عن درجة الحرارة بره، أنا عايزها جوه 37. فرضا أنا سمعت النهاردة إن درجة الحرارة بكرة هتبقى كام؟ 40، على طول أفتح البوابة بتاعتي على طول، وإلا هخسر الزراعة بتاعتي. هخسر الزراعة هيحصل لها موضوع الأوراق هتتشعوط وهتبدأ فيها تحصل فيها مشاكل. يعني إذا النهاردة أي مزارع إذا ما كانش عنده ترمومتر ولا عنده أجهزة قياس لازم يلجأ إلى متابعة الأرصاد الجوية يبدأ يبقى ودي النصيحة اللي بنصح بيها كل المزارعين، وهتفهموا الكلام ده في المرحلة اللي جاية اللي هيبقى فيها أمطار. طبعا احنا كمزارعين عارفين يعني، وهو مش موضوع الحلقة لكن برضه هي معلومات. هتتابع حضرتك الأرصاد الجوية في الأيام اللي جاية، هتسمع إن في مطر، لازم هجهز نفسي قبلها برية عشان ما يعني أتفادى بقى مشكلات الصقيع وأتفادى مشكلات الغرق والصقيع اللي بيسوب الجذور وكل المشاكل ديت في الفترة اللي جاية. أرجوكم وخصوصا إن احنا داخلين على فترة تغير في المناخ، محتاجين جدا نكون متابعين الأرصاد الجوية. طيب احنا بنحافظ هنا درجة حرارة 37، الصوبة بتاعتنا يعني هتفضل بقى طول فترة الشتل باللون الأحمر ده ولا هيجي عليها وقت نغير بقى في شهر 12 نبدأ نغير نشيل اللون الأحمر ده من عليها، عاوزينها أبيض عشان في شهر 12 درجه الحراره تنخفض. انا لو اديت درجه اللون اللي هي العاليه ديت هتفضل معايا ساقعه، فانا لازم اكشف للشمس عشان تخش اشعه الشمس تديني بالدفء تبدا درجه الحراره تعلى معايا تاني. يعني انا كل اللي بعمله ان انا بغسل الاكسيد ده في شهر 12 وينزل على شهر 12 بحيث ان انا ارفع درجه الحراره تاني لغايه لما ابدا ميعاد الطلوع بتاع قشره 3 حسب ما الفلاح عاوز الشكله بتاعته ان شاء الله. كويس. طيب يعني زي ما احنا شايفين كده اعتقد يمكن ورايا باين اهو المواسير اللي ورايا ديت عباره عن وفيها مست. رشاشات كده دي مست، ده في بدايه الزراعه ببدا اشغل مست. الجو في شهر 8 بيبقى الجو درجه الحراره مرتفعه جدا والشتلات لسه ضعيفه، فلازم بدي تنسيمه معايا، بدي مست 5 دقائق او دقيقتين اتنين كل يوم كده يدي معايا ترطيب يخلي درجه الحراره تنخفض، تبدا الشتلات تتعامل معايا مع بال تبدا شويه الشغل الاولانيين الزراعه تاخد النمو الخضر بتاعها والجذري وابدا اوقف. يعني اذا الهدف من المست ده مش الري ولا اي حاجه، ده هو ترطيب درجه الحراره معايا غزاز بس كده بينطلق وبيبرد درجه الحراره. طبعا مع فتح البوابات في شهر 8 و9 طبعا بتبقى و7 بتبقى درجه الحراره مرتفعه. مرتفعه جميل.
طيب يعني ايه تاني من مواصفات بقى الصوبه الجيده؟ الصوبه الجيده بلاستيك يكون كويس، بلاستيك يكون هيما او شومان، ويبقى مشدود كويس، عشان في شهر واحد طيارات هواء، والشهر معروف اللي هي الشهر اللي هو درجه الرياح تبقى عاليه خالص، وفي نواب بقى وفي حاجات داخله علينا، فلازم اجيب بلاستيك يكون جديد، والبلاستيك يكون برضو الحديد اللي انا عامله حديد كويس ومتين في الارض، بحيث اي نوى اي تيار هواء جديد ما ياثرش معايا ان هو يبدا يشيل معايا البلاستيك، تبدا تتاثر الشتلات بالعوامل الجويه، وهي مش متعوده على الجو الطبيعي العادي في الصوبه، هتبدا عندي في اتلاف تلف كتير هيبوظ عندي في الشتله. طيب جميل جدا، خلينا نعرف برضو من حضرتك النهارده مواصفات الشتله الجيده. انا كمزارع النهارده قررت ان انا ازرع موز، ماليش دعوه بقى بالمشتل بتاع حضرتك خالص، انا داخل اشتري من عندك شتله واروح بيها. اول حاجه لازم عيني على النماتوده وعيني على الاعفان الجذور. اول ما انزل اي مشتل هشتري منه شتله، لازم اول حاجه يبقى عندي التخانه ما تقلش معايا عن يعني تقريبا 2 بوصه، يعني تخانه 2 بوصه ما تقلش، ما يبقاش العود رفيع، ومستوى العود ما يكون ما يقلش معايا عن متر، الارتفاع بتاع العود ما يقلش عن متر. يعني التخانة تخن 2 بوصه، 2 بوصه ما يقلش، يعني كل ما تزيد التخانه بتاعه العود دي مش شغل، يعني 5 سم تقريبا صح؟ 5 سم تقريبا، يعني سمكها 5 ارتفاع ارتفاع الشتله وارتفاعها متر، متر بمواصفات هيكتبه كده وسجله، ارتفاع جميل. متر، والشتله تكون يعني ايه يعني نسبه متقاربه من بعضها، ما تكونش عندي شتله صغيره وشتله عاليه عشان ما تعملش معايا مشاكل في الانتاج. الشتله تكون اعمار كلها واحده، تخانات كويسه، مناسبه النماتوده، ما يكونش فيها نماتوده وانا بشيل الجدر، ما ليش عندي نماتوده، ما ليش عندي اعفان، دي مشاكل اللي بتقابل الفلاح، لازم اشتري شتله كويسه نظيفه خاليه من النماتوده وخاليه من الاعفان، تخانات كويسه، نمو خضري كويس، وبكون ولازم عيني برضو ان قبل ما اطلع الشتله لازم افتح الباب الصوب، ولازم اقسي العود، عود الشتله لازم يتقسى قبل ما يطلع، لان هو في الشتله في الصوبه بيبقى واخد حيز ان هو مترفه طري، لو انا طلعته من الصوبه مباشر طلعته بره ومع درجه الحركه فيها دي هيسيبه حاجات كتير. فلازم قبل ما اطلع الشتله ب 10 15 يوم اكشف البيبان بتاعتي، ابدا اعطش العود واحس بالعطش شويه عشان يتقسى ينشف يطلع مع الفلاح يشتغل مباشر معايا على طول. جميل، يعني اذا اعزائنا المشاهدين مواصفات الشتله الجيده يكون سمكها حوالي 2 بوصه او حوالي 5 من 5 6 سنتي، درجه ارتفاعها هتكون تقريبا متر، والاعواد بتاعتي اللي هشتريها كلها تقريبا تكون طول واحد، خاليه من مشاكل النماتوده، وده موضوع سهل جدا، هنمسك بس الكيس ونقطعه كده بكتر ولا حاجه ونفرط الرمل اللي حوالينا، نتفرج على الجدر هل في عقد يعني ناتجه من اعفان مثلا، هل في نماتوده، هل في اي حاجه، الدنيا نظيفة معايا، ابتدي اشتري هنا وانا مطمن ما عنديش اي مشاكل، عشان لما اروح الارض المستدامة اخد انتاج على طول بقى، ما اقعدش تاني اعالج بقى في مشكلات، كفاية عليا المشكلات اللي انا هقابلها هناك، ده اللي بيخلينا نتحرى الدقة واحنا بنشتري شتلات الموز ان شاء الله. طيب جميل جدا، الامراض اللي ممكن تصاب بيها شتلة الموز داخل الصوبة، يعني هل بتخلص من الشتلة على طول ولا في بعض العلاجات والوقايات؟ لا في علاجات، في بعض حاجات اللي هي اللي في تبرقش الاوراق او اللي هي الطفرات دي لازم اتخلص منها. التبرقش، التبرقش ده اللي هو شكله ايه يا فندم؟ التبرقش اللي هو بيجي في قلب العود، يجي عفن في قلب العود من جوه، دوت عفن بيجي في قلب العود في قلب النبات من جوه، بيصيب القلب من جوه، ده لازم ومعدي، لازم اشيله واتخلص منه، هو واللي بالنسبه للشتله اللي فيها الطفرات، الطفر الهندي او الطفر البلدي ده بنشال بره مستبعد على طول. بالنسبه بقى الامراض الثانيه ليها علاج، انما تودا ليها علاج، الاعفان الجذور لاعلاج، لو عندي دوده ورق اخضر، ورق دوده القطن موجوده على بعض النباتات ببدا اتعامل معاها بالرش، النماتوده ببدا اتعامل معاها مع الحقن او بالرش برضه، وممكن الاعفان الجذور بستخدم اي مركب في حقن الجذور، الحاجات دي سهله خالص نقدر نتعامل معاها، وانت حضرتك ما بنيجي نتعامل بنبدا نخش الصوبه بنبدا نشوف هو اللي ما عندوش نماتوده ما عندوش اعفان جذور ان شاء الله طبعا اكيد بإذن الله. يعني خلونا كده واحده واحده، يعني اعفان الجذور طبعا والنماتود مرتبطين مع بعض ارتباط كامل، انا ما اقصدش ده حرفيا ولكن هم مرتبطين ببعض. الوصفه السريعه كده على طول، اول حاجه بشتغل بالبيوكسي، ايه طبعا ده مضاد للنماتوده، ورا علاج النماتوده فورا لازم ينزل مضاد لاعفان الجذور، وراهم لازم ينزل منشط جذور، هي الوصفه الثلاثيه دي ورا بعض كده عشان اريح دماغي، اريح دماغي من قصه النماتوده خالص، عندي نماتوده يبقى انا عارف ان انا عندي اعفان جذور، عندي اعفان جذور موجوده لازم اتعامل معاها على طول، واحد هشتغل بمضاد للنماتوده، اثنين هشتغل بمضاد لاعفان الجذور، ثلاثه هشتغل بمنشط جذور، ليه؟ لان طبعا النماتوده واعفان الجذور، النماتوده تسببت في الاعفان والاثنين تسببوا في ضعف الجذر،
خلاص اتخلص منهم، يبقى لازم ادي منشط جذر على طول عشان ارجع افوق النبات تاني، لان زي ما احنا عارفين يمكن النبات بيتغذى من الورق وكمان بيتغذى من الجذور، لكن بق النبات الاصلي يعني الجذر، الجذر ده هو هو بق النبات. يعني لازم تكون المنطقه دي خاليه من الامراض تماما ونحقق لها طبعا اوسع انتشار. طبعا ده احنا اتكلمنا فيه قبل كده، ازاي نوزع خراطيم الجي ار بتاعتنا عشان ندفع الجذور بتاعتنا انها تمتد لمساحات اكبر، وكمان مساحه الزراعه مهمه جدا. يعني البعد من على الارض، من على الارض لازم عشان خاطر ما يعملش معايا تعمل تصرف معايا ميه، يبقى النباتات واسعه عن بعضيها. جميل. عشان تبقى التنفس برضو والنبات ما ياخدش حيز ان هو يطلع معايا بسروله. النبات لازم ياخد وضعه في المسافه بين الخراطيم وبعضيها. الحاجات دي كلها، الحاجات دي اساسيه كلها، الناس عارفاها كلها، ولكن ادينا برضو بنراجع عليها. خلينا اسال حضرتك سؤال النهارده، في ناس بتاخد يعني الشتلات ديت وتزرعها، هل بتتزرع بالكيس ولا الكيس بتشيل؟ لا لازم نفتح الكيس بقطر الاول ونشيل الكيس، لان الكيس هيعمل عائق كبير خالص في نمو الجذور الجديده. طبعا في ناس غلطت الغلطه دي وقعدت تشتكي من التقزم وهي مش عارفه التقزم. لا لازم نشيل الكيس بقطر، الشجره ما بتكبرش ليه؟ لما ابتدينا نحفر اكتشفنا ان الموضوع زرعين بالكيس، انه زرع بالكيس. يعني زرع بالكيس دي طبعا مشكله كبيره، غلطه كبيره، غلطه كبيره ما يقعش فيها الفلاح المصري، لكن للاسف في ناس وقعت فيها. لكن ادينا اهو باشمهندس محمد ياسين معانا، بناخد الكيس ونقطعه ونزرع في الجوره بتاعتنا، في الجوره بتاعتنا ونبقى جاهزين كده ما عندناش اي مشاكل. طيب خليني اعرف برضو من حضرتك النهارده اصناف الشتلات الجيده. والله في عندنا حاجه اسمها ويليام، في ويليام جراند، وفي زيف، وفي جراند ويليام، دول الاصناف المعتمدين عندنا. انا اختار انه صنف بقى عندنا يعني لو انا عندي ارض رمليه، عندي ارض استيريه. الارض عندنا هنا الارض الرمليه ما بنستحبش فيها الاعداء اللي هي الشتلات الطويله. ده الزيف دي عدان كبيره جدا بتوصل لمساحات يعني ارتفاع 3 متر و4 متر، فاحنا مش عاوزين الارتفاع العالي. اذا الارض الرمليه الارض الرمليه ما ناخدش فيها الشتله العاليه. احنا ناخد فيها الجراند كويس، الجراند كويس والجراند زيف كويس، انما والويليام كويس، انما الزيف ما عادش بيستحب وما عادش يعني ناس كتير رغباه في الشغل، ان الارتفاع بتاعه ارتفاع عالي جدا وتكلفه عاليه في التسنيد والتندولات والشغل ده كله عالي. فاحنا بنقول اللي هي الشكله كويسه اللي هي النهارده جايبه نتائج مع الناس كلها. طب بالنسبه للارض الطينيه، الارض الطينيه الجراند بيمشي فيها حلو. الزيت برضو ما عدناش بنقول الطويل خالص، لانه هي نفس الكلام، عود مساحه كبيره وهي نفس السباطه وهي نفس الانتاجيه ونفس الانتاجيه، والشجره الطويله طبعا معروف ان هي مقاومه الامراض فيها صعبه. الرش فيها صعب، ما بقدرش اوصل لكل الاجزاء. مشاكل طبعا الظل بتعمل فطر داخل الشجره بتسوي يعني السباطه ما بتلفش فيها بسرعه. من كتر كثافه النبات فيها وطول النبات بتعمل عمليه اظلام وعضله موجوده كتير، فالنبات الشمس ما بتخشش بالظبط كده، بتبدا سباته بتاخد معايا وقت كتير في الموضوع. طيب سؤال اخير ومهم جدا، طبعا حضرتك عارف ان اهم امراض الموز الشجره المنديه او توارد القمي. توارد القمي ده مشكلة عندنا. طيب هل اختيار الشتله له علاقه بالاصابه بالتوارد بالقمه؟ توارد القمه او الشجره المنديه؟ يعني هل في انواع من الشتلات تقاوم ده ولا المقاومه بره؟ لا المقاومه بره، المقاومه بره، المقاومه بره. انما يعني كلها بره. هي بره بقى بتعتمد بقى على الارض اللي مزروعه جنب حضرتك، انت بترش مبيدات حشريه لو بترشش عشان خاطر المن وعشان خاطر الليمون المجنح. هو ده الحشرات هم دول النائل اساسا للفيروسات والحاجات دي كلها. صحيح. فلازم اتعامل بمركب او مركبين رش حشري بره في فتره من شهر 11 لحد شهر 1. أيوة. في فلاحين كتير بيقفلوا على الحته ديت، ان الفتره ديت سكون النبات، بتبدا الجو في درجات الحراره بتبدا تنخفض، الحشرات بتعمل الموز كمأوى، تبدا تطير من بره في مأوى في ضله ومكان ما فيهوش رياح مدافي، تبدا تتكاثر معاه شهر 3 تبدا الندوه تبان. فانا بقول من شهر 11 لحد شهر 2 او شهر 3 لازم ارش عمليات الرش باستمرار، وعمليه الحقن المبيدات اللي هي زي الاميدا ماكس والحاجات دي كلها في التربه، تجيب معايا جميع انواع الحشرات اللي هي الضاره والحاجات اللي بتنقل الفيروسات. جميل، بشكرك جدا باشمهندس محمد ياسين على هذه الحلقه الممتعه الحاره جدا، بشكرك يا فندم وان شاء الله كل الناس تستفيد بيها. شكرا. اعزائي المشاهدين كده بتنتهي معاكم حلقتنا النهارده، يا رب تكونوا مستمتعتم بيها. يعني كل اللي طالبينه منكم تفاعل اكتر على صفحتكم على الفيسبوك، صفحه الزراعه حياه مصر الزراعيه، اربع كلمات اهم تاني، الزراعة حياة مصر الزراعية. اعملوا لايك على الصفحة وابتدوا اتفاعلوا مع البوستات، واللي عنده مشكلة زراعية يبعت لنا الصورة مع نوع الشتلة مع نوع النبات مع نوع التربة مع نوع المية، وان شاء الله في فريق من فارماسيوتيكا بالتعاون مع قناة مصر الزراعية هيقوم بالرد على استفساراتكم ويقدم لكم الاستشارة الفنية مجانا. يعني الى ان القاكم باذن الله في حلقة مقبلة، لكم مني ومن طاقم العمل كل التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعايه